السلام عليكم حبايبي ومتابعين الله يسعدكم. نورنا يا استاذ مصطفى حبيبي. استاذ خالي الشخصيه الجديده صاحبي قصدي من اصدقائي جاي يزورني النهارده عجبته فكره التحديات والمقالب فعملنا تحدي من شويه كانتم فيه نفسنا وقطع ظهرنا النهارده جايب لنا برضه فكره تحدي تاني وقلنا له تعالى اطلع معانا على المسرح عشان كان ناقصنا واحد. السلام عليكم. اشربوا ميه حطوا دي بقى كده. جاهزين؟ تبعد شو وشك بدعني ورجعنا اهو. انا طبعا لبست الصابون كلاكيت تاني مره كلاكيت جايين بقى نحكم على اي حاجه. اشربوا ميه يا اولاد اشربوا ميه يلا بسرعه انتوا الاثنين يلا قالوا ميه بقى ميه بقكم لا 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 تنفخوا بقكم على الاخر انفخوا بقكم ميه ميه شرب ابلع واشرب تاني ابلع واشرب تاني ابلع واشرب تاني ابلع واشرب تاني يلا جازو يلا 2 3 والله العظيم حرام عليكم هتودونا هتموتونا. بص 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 يا سهل كلت الميت يا ابن المفجوع. يلا املوا بقكم املوا بقكم اجين تاني مره محدش يشرب الميه بقكم يبقى منفوخ في الميه. يا محمد ما تشربش الميه. تمام يا محمود تمام يلا واحد اتنين تلاته اثبت. افتح عينك يا رضا. Mm-hmm.
خلاص. دي هو فعلا ده الكلب ده هو ده هو ده هو ده هو ده لا احنا بقى ايه بدلت انا ومحمود بعد ما خسرت انا ومصطفى تعالى تعالى جنبي هنا شوف خسرت معايا ممكن سيادتك تمسك بيه كده بس ايوه مسكها كده قدامه الشغل قدامه الشغل اشربوا ميه اشربوا اشربوا عشان اللي هيخسر هعمله كده محدش يبلع محدش يبلع اللي هيجري بعد ما يبخ ميه هعنتشه في دماغه يفضل قاعد ما تضحكش يا محمد ايوه مش ضابط يلا يا جماعه نشوفكم على خير سلام عليكم يا ولاد الذين